السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my pretty princess أمارة. بارك الله فيكي. إن شاء الله our course plan for this month إن شاء الله we will memorize together actually revision. This is a revision. We will revise together سورة النص and سورة الكافرون and last one الكوثر. النص الكافرون and الكوثر. Let's start إن شاء الله سورة النص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله. You have to listen carefully and try to repeat. Okay. Next one, سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الحمد لله. You know you have to repeat after video إن شاء الله. And last one سورة الكوثر. Let's start. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله. إن شاء الله we will stop at this one. And during our session, we will practice more and more, inshallah. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.